السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات مديول S6 مديول Preventive Medicine. معاكم الدكتورة غادة محمد سالم، أستاذ مساعد الصحة العامة في كلية الطب. النهاردة كاترة بإذن الله هنشرح محاضرة بعنوان Outbreak Epidemic Management. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن المحاضرة، لازم نفكر نفسينا ونفكركم بأهم الإجراءات الاحترازية عشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على أهلنا من كورونا فيروس عن طريق Protect Yourself and Protect Your Family. Make distance، خلي مسافة بينك وبين زميلك. البس الماسك and hand hygiene. Wash hands. Use soap. Don't shake. Use distance كويسة. Avoid contact. Keep distance and wear the mask. المين structure objective بتاعتنا في المحاضرة النهاردة، أول حاجة هنراجع revised types of spread of communicable disease، إيه أشكال spread of communicable disease عندنا في المجتمع. هنعمل illustrate types of epidemic curve، إيه هو epidemic curve وهي أنواعه. Explain the principle of outbreak or epidemic investigation، في حالة epidemic أو outbreak ما هي principle أو steps of the investigation. وformulate how to do an epidemic investigation وdemonstrate how to do epidemic management. يبقى دي المين اوبجكتيف بتاعت محاضرة النهاردة. فلو احنا قلنا ال spread of the communicable disease بياخد اول شكل عندنا اللي هو ال sporadic cases. In an infective case have no common source of the infection and ال cases دي spread all over the country and not related to each other, away from each other. يبقى الاسبرادك حالات منتشرة من المرض في البلد، كل حالة ملهاش علاقة بالتانية. لكن الاوتبريك هو spread of the infection in confined place، مكان محدد الحالات زادت فيه مرة واحدة زي مدرسة أو كامب. And usually there is a common source of the infection. الانفكشن ده سببه حاجة واحدة و common source. If لو أنا اتحكمت في if controlled the instance of the infectious disease، لو أنا اتحكمت في هتلاقي الدنيا بتهدى جدا. لو اتحكمت من common source ده، طلبة ساكنة في سكن جامعة كانوا من مطعم واحد حصل لهم كلهم gastroenteritis food poisoning بنسميه outbreak. أنا وانس اتحكمت في المطعم ده وعملت هايجين، الحالة بتبدأ تقل عندي، ده الاوتبريك. بينما الابيديميك، الابيديميك هو widespread of the infection، انتشار سريع للإنفكشن and expected increase in number of already present infection. الإنفكشن موجود عندنا فعلا بس موجود بعدد معين من الحالات، مرة واحدة الحالات زادت بكمية كبيرة جدا في certain area في وقت صغير short period بنسميه epidemic. أو ممكن نقول إن الإبيديميك هو الانترودكشن of new infection in the country. ما كانتش never shown that disease، بلد ما كانتش تعرف الديزيز ده، زي اللي حصل عندنا في السارس او في الافيان فلو او اللي حصل عندنا في الكورونا. يبقى الابتيميك widespread unexpected increase in number of already present infection in certain area in short period of time او introduction of new infection to country never shown that disease before. لو أنا الحالات انتشرت وبقت pandemic يعني spread of the infection all over the world، الحالات انتشرت مرة واحدة في كل بلاد العالم أو in many of the country، هسميها pandemic. هسميها pandemic. الإبيزوتيك هو spread of zoonotic disease، spread of zoonotic disease in large scale among animal. لو أنا في disease among the animal انتشر في مكان برضو محدد هسميه exotic. الexotic هو cluster as two or more cases associated with the same location أو group or event around the same time. يبقى الexotic disease هو عبارة عن cluster disease، يعني two or more cases مجموعة أكتر أو مجموعتين أو أكتر من الكيسز associated with معاهم the same location، متفقين بنفس المكان group or around the same time. الendemic disease اللي هو constant number
of disease within a given geographic area. عدد معين. أنا معتقدين دايما إن الأطفال أقل من 5 سنين في الأرياف مثلا ممكن بيحصل gastroenteritis بنسبة معينة في الديزيز. ده بنسميه endemic. hepatitis C كان قبل كده endemic في مصر. constant cases عدد معين من الحالات بيظهر عندنا كل فترة. فدي بنسميها endemic disease. بده عملنا مراجعة سريعة على الكوميونيكابل ديزيز سبريد بتاعنا. فزي ما قلنا الباترن اوف كوميونيكابل ديزيز سبريد سبوراتيك كلاستر اوت بريك ابديميك بانديميك ابيزوتيك انديميك اند اكزوتيك ديزيز. اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو الكوميونيكابل ديزيز سبريد اوفر تايم. انتشار الكوميونيكابل ديزيز لو انا حبيت اعمل له كلاسيفيكيشن اوفر التايم. ده نوعين عندنا، في حاجة اسمها secular trend وفي حاجة اسمها seasonal and cyclic variation. ايه هي secular trend؟ secular trend هو long term trend examining a disease rate over one or more decades. انا بدرس انتشار معدل انتشار المرض عندي مش فترة زمنية صغيرة، لا ده فترة زمنية طويلة 10 سنين او اكتر. ففي خلال الفترة دي الديزيز ده ممكن يزيد ممكن يقل. يبقى الديزيز may show progressive increase or progressive decrease pattern، او ممكن يشوف في pattern of falling and rising، مرة يزيد ومرة يقل. يبقى secular trend، ايه معنى secular trend؟ هو long term trend examining a disease rate over one or more decades. بفحص او براقب ال prevalence بتاع الديزيز في خلال decades او 10 سنين او اكتر من 10 سنين. فطبيعي ان الديزيز بيوريني progressive increase او decrease، او ممكن يزيد وينزل في نفس الوقت. ده بنسميه secular trend. بينما seasonal and cyclic variation هو include disease that display pattern of increase or decrease during a year. في خلال سنة هاي الحالات دي بتزيد ولا بتقل، او مش سنة كمان ده عدد شهور يبقى وقت اقل. يبقى الكوميونيكابل ديزيز سبريد اوف اوفر تايم، لو انا هقيس الديزيز مسافات كبيره من 10 سنين تبع مرض معين هسميه سيكولار ترند. لو انا هتابعه في وقت صغير سيبرال مانثس اور يير هسميه سيزونال اند سايكليك فاريشنز. التايب اوف ابديميك، واحنا اتفقنا ان ابديميك هو انتشار حالات معينه في وقت صغير، اكسبكتيها كانت موجوده والنمبر بتاعها كان موجود بس سادن انكريز في الاكسبكتد نمبر اوف ذا كيسز ان شورت بيريد اوف تايم. لو قلنا ايه التايبس اوف ذا ابديميك، عندنا نوعين، في كومن سورس ابديميك وفي بروباجيتد سورس اوف ابديميك. الكومن سورس اوف ابديميك ان هو الاول كيسز دايجنوزس ار انفكتد فروم ا كومن سورس، كلهم الكوز اوف انفكشن ثابت كومن سورس وبيحصل ات سيرتن بوينت اوف تايم، وقت محدد بيلاقي الحالات كلها زادت واكبر وبالتالي الكيسز كلها ديفلوب ويز وان انكيوبيشن بيريد اوف ديزيز. واكبر مثال عندنا الكومن سورس اللي هو ابديميك اوف فود بويزنج، زي ما قلت ناس كانت من مطعم واحد وده كومن سورس اوف ذا انفكشن. At certain point of time كانوا الغداء بتاعهم، مرة واحدة الحالات كلها بعد من 2 لـ3 ساعات بدأ يظهر السيمتوم بتاع الفود بويزنج، فبنسميه common source epidemic. لكن ال propagated source epidemic إن الكيسز are expected، الكيس are exposed to more than one source of infection، الحالات معرضة لأكتر من source of infection. الابديميك usually show gradual rise and fall، بمعنى انها بتزيد وتقل مرة تانية، تزيد وتقل وبتقعد وقت طويل في long period. وزي الهيباتيتس ايه، الناس اتعدت فحصل زيادة في عدد الحالات خفوا قلوا، بس هما كانوا عدوا ناس تانيين او حصل لهم عدوا، هنقعد شهر ولا حاجة الانكيبيشن بيريود بتاعتهم ويبدأ تظهر مرة تانية، فبتظهر كأنها كيرفات رايحة تزيد وتقل تزيد وتقل. ده الابديميك كيرف عندنا. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الدي او بي، ادي الابديميك بدات تظهر، الحالات بدات تزيد، كانت حاجه قليله جدا بدات تزيد من اول زيادتها لغايه ما توصل للبيك اللي هو الديوريشن اللي انا محتاجاه، ده بنسميه الدي او بي، الديوريشن اوف ذا اونست، من الاونست تو ذا بيك. بينما الدي او اي ده هو الديوريشن فروم الاونست تو ذا
end of the epidemic. هنا برضو الابديميك كيرف، الكيرف ده هو الكومون سورس، الحالات مره واحده زادت اهيت عندي لانها كلها من كومون سورس ات سيرتن بوينت اوف تايم وبدات تقل تاني مره، بينما الكيرف بي ده بيوديني بروباجيتد ان هي ماشيه في اتجاه ايه، في زياده او تزيد بزيد، لكن ممكن تزيد وتقل تزيد وتقل. هنا برضو الكيرف ده بيوديني الانديميك، الانديميك الحالات بسيطه بتزيد موجوده كونستانت ليفل عندي، مره واحده زادت مرة واحدة دخلت في الإبديميك. طيب إيه معنى بقى الإبديميك انفستيجيشن؟ الإبديميك انفستيجيشن هي معناها a set of procedures، مجموعة من البروسيدورز باخدها to identify the cause of the epidemic. إيه هو الإنفكشوس إيزم بتاعتها؟ اللي هو responsible for this disease. It's also used to identify people affected. أنا عايز أعرف مين الناس اتأثروا بالإبديميك دي؟ السيركمستانس هي الريسك فاكتور بتاعتهم اللي هو المود أوف سبريد أند أذر ريليفانت فاكتور انفولفد إن بروباجيتد أوف ذا إبديميك. يبقى نقول لك عرفني إيه معنى الإبديميك انفستيجيشن، هو مجموعة سيت أوف بروسيدورز، مجموعة من الخطوات أنا باخدها تو أيدنتيفاي الكوز of the epidemic or infectious agent responsible for this disease. It also used to identify people affected, circumstance, the mode of spread of disease, and other relevant factors. This is especially important لو epidemic that has unusual features, لها feature مختلفة. If it's present, a significant threat, لو كانت بتأثر على public health وبتعمل threatening ليهم, and it is not self-limited. يبقى الـ main purpose of the epidemic investigation to control the spread of disease before إن هو يعمل more deaths and illness، بخاف إن هو يزود حالات الأمراض حالات الوفيات، فلازم أبدأ أشوف إيه سبب الـ epidemic ويعملها. ودي الـ steps وهنتكلم عليها بالتفصيل. أول حاجة في الـ steps عندنا اللي هو verify the diagnosis or the cause، أتأكد من الـ diagnosis بتاعتي. Careful analysis بجيب الـ initial report ببدأ أعمل لها examination كويس جدا، بعمل confirm الـ diagnosis للـ case، أنا أعملهم clinical laboratory studies هل الـ case دي تبع الـ epidemic ولا مش تبع الـ epidemic، وأبدأ أحط criteria للـ case definition إن الـ case بتاعة الـ epidemic هيكون في symptom واحد fever sore throat، إيه هي الـ symptom اللي هقول إن الشخص تبع الـ epidemic. يبقى أول حاجة verify the diagnosis of the epidemic. تاني حاجة establish the existence of the epidemic. الإبديميك دي منتشرة عندي فين؟ وده عن طريق comparing existing the existence، هل هي موجودة عن طريق comparing the current level the instance of the disease with the past. هل فعلا إبديميك منتشرة؟ هبدأ أشوف كان عندي كام حالة من المرض ده من شهر مثلا أو من السنة اللي فاتت وقارنها بمجموعة الحالات اللي موجودة دلوقتي. يبقى أول حاجة verify the diagnosis or the cause، أتأكد من الـ diagnosis وأعمل case definition للـ cases. تاني حاجة establish the existence of an epidemic، هشوف الـ epidemic دي منتشرة بمقدار قد إيه by comparing the current level مع الـ past level of disease. تالت حاجة بعد كده بنعمل epidemic investigation، بنعمل epidemic investigation as regard the time, the place, the person. بالنسبة لي أول حاجة الـ time، إن أنا بحط plotting الـ cases by time onset، كل حالة ظهرت إمتى، وبالـ time بقدر أرسم بيه الـ epidemic curve. الـ place بحط الـ place اللي هو الـ location لكل حالة فين على الخريطة، ودي بعمل فيها حاجة اسمها spot map. بالنسبة لي الـ person بشوف مين، ببدأ أجمع داتا على الأشخاص اللي اتأثرت بالـ epidemic دي، الـ age بتاعهم أي سن تأثر أكتر، السكس ميل ولا فيميل، هل في ريسك فاكتور، هل زي occupational مثلا فاكتور وظيفتهم، هل سبب إن هم كانوا بعرض الإبديميك، هل مثلا اللوكيشن بتاعهم، هل كان دكتورز مثلا، هل culture بتاعتهم. يبقى لازم أتعرف على الـ person. يبقى الـ epidemic investigation description of the epidemic according to time، بعمل بيه epidemic curve، الـ place وبعمل بيه spot map، وبعد كده collect the data about the person. طيب بعد كده خطوات، رابع خطوة في الـ epidemic investigation، قلنا أول حاجة verify the diagnosis، تاني حاجة establish existence of the epidemic،
تالت حاجة description of the epidemic according to time, place, person. رابع حاجة ببدأ أعمل develop a hypothesis. يعني إيه develop a hypothesis؟ develop a hypothesis إن أنا بحط افتراضية إيه سبب occurrence of the epidemic؟ سبب occurrence of the epidemic مثلا بتاعت الكورونا إن في فيروس جديد دخل البلد عمل symptoms. طيب بعد كده أبدأ أعمل test ال hypothesis دي، هل الفرضية بتاعتي دي causes of the occurrence of the epidemic صح ولا غلط؟ بقدر أعمله عن طريق الإبديميولوجيكال ستادي اللي احنا درسناها قبل كده، واتأكد فعلا هل السبب ده موجود ولا عن طريق بيبر بريزامي. بعد كده أبدأ أشوف أعمل identification of susceptible population، مين أكتر مجموعة من الناس عرضة للإبديميك ده. identify contact ال people at risk زي ما عملنا بالظبط في كورونا فيروس. بعد ما عرفنا الديزيز وتأكدنا إن في حالات زي أول حاجة diagnosis verify diagnosis، بعد كده قلنا establish existence ده حاجات زي ده كتير جدا عن الانفلونزا والكومون كولد، في حاجة جديدة غريبة. بعد كده عملنا description للإبديميكس، بعد كده عملنا hypothesis إيه سببها، عملنا test للhypothesis ديت، بدنا نشوف مين أكتر ناس risk factor exposure، الدكاترة المعارضين البيشن، إن الكونتاكت، البيبول ات ريسك. بعد كده أبدأ أعمل epidemic management، أبدأ إزاي هنقول خطوات epidemic management. آخر حاجة إن أنا بعمل formulate للريبورت، لازم أعمل ريبورت إن هو communicate الفايندينج والريكومنديشن للـ higher level in healthcare system. ببدأ أعمل ريبورت بالإبديميك ديت وإيه التوصيات اللي لازم تتعمل، وأبدأ أرفعها للـ high level of health system, community leader and other local stakeholders. يبقى لما يجي لي سؤال في الامتحان epidemic investigation لازم أكتب الـ 8 steps دول. أول حاجة verify diagnosis, establish existence of an epidemic, description of epidemic as regard time, place, person, develop hypothesis to explain the occurrence of the epidemic, test the hypothesis, identification of susceptible population, management of the epidemic, and finally formulation of the report. طيب في الابديميك management اللي هو management of the epidemic، ايه هي الخطوات اللي انا المفروض اعملها عشان اقدر management الابديميك ديت؟ اول خطوة عندي ان هو control the source of the infection، اشوف ايه هو مصدر الانفكشن ده وازاي اتحكم فيه. يبقى اول خطوة عندي control the source of the epidemic. تاني حاجة اعمل isolation وtreatment للكيسز، الكيسز اللي هي هتعد الناس لازم اقدر finding cases كويس جدا، اعمل لها isolation ابعدها عن اي contact تاني عشان ما يتعدوش، اعمل لهم good treatment. وايه كمان بعمل surveillance of the contact، الناس الكونتاكت للكيس دي بعمل لهم surveillance اترصدهم، هشوف هل السيمتوم هتظهر عليهم، هل هيتحولوا لكيسز ويظهر عندهم اعراض، فابدا اعمل لهم isolation وtreatment هم كمان. اعمل surveillance برضو للجروب الريسك اوف ذا انفكشن، هاي جروب ريسك اوف ذا انفكشن هم اكتر عرضه ان هم يحصل لهم الانفكشن. يبقى epidemic management بيشمل 3 steps. أول steps control the source of the infection، ثاني حاجة isolation and treatment of the cases، ثالث حاجة يحصل surveillance of the contact and risk of the infection. يبقى حابين نقول summary لينا بالظبط النهاردة المحاضرة اللي احنا خدناها النهاردة، هي محاضرة بسيطة. هنلاقي ان احنا اتكلمنا اول حاجة عن revision على ال spread of the communicable disease، وخدنا ال spread of the communicable disease over period of time اللي هو secular و seasonal spread of the disease communicable disease. تاني حاجة اتكلمنا عن ال epidemic curve وقلنا ازاي ارسم ال epidemic curve وايه انواع ال epidemics سواء common source او propagated epidemics. وبعد كده خدنا الـ principle أو اللي عمل investigation لـ
الـ epidemic eight steps بتاعتنا وformulate الـ epidemic investigation، وبعد كده خدنا الـ epidemic management. Thank you. طبعا عندنا في MCQ ما ننساش ان احنا نحله. لو حبينا نشوف اول سؤال، لو قلنا over 20 million people worldwide died from influenza فترة زمنية معينة، ايه رأيكم؟ فترة في سنة مات 20 مليون، هل طبيعي يموت 20 مليون؟ لا طبعا، ده عدد زايد كبير جدا. وبعدين ده ايه؟ worldwide مش في country واحدة، يبقى هختار pandemic. لو كان في ايجيبت او في بلد واحدة كنا ممكن نختار epidemic. تاني حاجة، single case of histoplasmosis was diagnosed in the community، حالة واحدة ظهرت، مظهرش اكتر من كده، يبقى دي رأيكم تكون ايه؟ sporadic، حاجات منتشرة بعيد عن بعضها. تالت واحدة عندنا، a propagated epidemic is usually a result of what type of exposure، ده من انواع الابديميك، كنا احنا قلنا في common source وفي propagated epidemic، طبعا person to person قلنا زي hepatitis. رابع واحدة، number of passenger on cruise ship have recently developed a gastrointestinal illness diagnosed as food poisoning outbreak. How would you display a time course of the outbreak؟ هنلسة مش هعمل طيب، هعمل قلنا time، بعمل epidemic curve. 10 days after measles outbreak, several elementary school children become symptomatic. Additional cases were found among friends and family of infected students. The epidemic may be known as A. إيه رأيكم؟ Propagated، لأن هم ناس، عدد ناس، عدد ناس، حالات بتزيد وتقل، بتزيد وتقل، بنسميها اللي هو B، اللي هو propagated epidemics. دي الانسر بتاعتنا، وريت نراجع الـ MCQ نعرفهم كويس. وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.